الولد يقول سولف لنا عن قصة كاشف الغطاء. تابع الفيديو للنهاية خلنا أسولف لكم. هذا هو مسجد ومقبرة الشيخ جعفر كاشف الغطاء اللي يبعد أمتار قليلة عن مقعد الإمام علي عليه السلام. الشيخ جعفر كاشف الغطاء اللي توفى قبل 214 سنة كان من أعظم علماء الشيعة في زمانه. بسبب الذاكرة الموسوعية اللي يمتلك هذا الرجل خلته يتميز عن بقية علماء الشيعة. هو الشيخ جعفر المالكي الجناجي من قرية جناجي في قضاء الهندية طويريج، بالتحديد من عشيرة بني مالك فخذ آل علي. زين ليش يسمونه كاشف الغطاء؟ بعد تأليفه لكتاب كشف الغطاء عن مهمات الشيعة الغراء صاروا عائلته تنعرف بآل كاشف الغطاء إلى يومنا هذا. نهاية الفيديو، إذا عندكم سؤال أو طلب الفيديو اكتب التعليقات، إن شاء الله ما قصر.